دكتورة إيمان، هم سؤالين مهمين. سن الحضانة في القانون الحالي 15 سنة، رأي حضرتك نفسياً بقى هل ده سن مناسب، وهل لو الأم اتجوزت ملائم أنه تروح الحضانة للأب؟ يمكن أنا هقول دلوقتي حاجة، يعني اقتراح أول مرة يتقال، أن لازم يبقى فيه لجنة نفسية طبية يتعرض عليها الأب والأم إذا كانوا يصلحوا أصلاً يكونوا أولياء أمور ولا لأ، لان الوالد يكون الاب مريض نفسيا والام مريض نفسيا فتطلع جيل مريض نفسي. ما فيش حاجه مطلقه، ما تقوليش حياتك ام او اب دلوقتي. كل احنا دلوقتي الاثنين بينزلوا العمل وحكايتها. الاثنين بينزلوا الشغل، الاثنين مسؤولين، الاثنين بيحبوا ولادهم، الاثنين هيبقوا احسن حد بيراعي ولادهم. من حقنا نعمل لجنه في الحكومه وفي القضاء، لجنه مختصه تربويه نفسيه اسريه يتعرض عليها الاب والام. بعد اللجنه دي نقول مين احق بيهم، حتى كمان في الرؤيه، لان انا عندي اولاد كتير جدا بتروح الرؤيه بيجي لها تبول لا ارادي، بتروح الرؤيه يجي لها مشاكل نفسيه كتيره جدا بسبب الضغط النفسي. الام تقول له ايه، ما تكلمش مع بابا، ما تبص بابا، مش عارفه ايه، هو يقول له بتعمل ايه في البيت، قول لي ايه التفاصيل بتحصل في البيت، ماما ممكن تكون بتعمل ايه. الضغط النفسي على الطفل رهيب جدا. طيب الرؤيه، طب ما احنا في سوشيال ميديا، ما نعمل رؤيه اونلاين ويبقى عليها ناس تقدر تتحكم في الرؤيه، ونبقى شايفين رؤيه اونلاين. هقول لحياتك ليه الرؤيه اونلاين، هقول لحياتك في ايه يعني، هقول لحياتك يعني شويه دي، هقول لحياتك يعني ايه. احنا ممكن كل اسبوع الاب يشوفه زي ما بيشوفه، ويبقى يوميا بيتابع الابن. من حقه يتابع الابن، من حقه يتابع الابن في المدرسه، في حفلاته، من حقه يتابع الابن وهو بيمر بكل مشاكله، ويقول له يا بابا انا حصل 1 2 3. مشكلتي ان هما بينسوا ان الابن وقت الانفصال بيفقد الامان. الابن محتاج ايه؟ محتاج الامان. حقيقي الاستاذ بيقول لحضرتك الست بتنزل، صدقيني والله الست لو خدت كل حقوقها مش هتروح المحكمه خالص. الست لو خدت كل حقوقها هتحترم الراجل جدا وهتقدره جدا، لان هو ما هنهاش ووصلها للمحكمه عشان تذل نفسها هي وولادها. دي نقطه صح جدا. لكن في نقطه، هما الاثنين بيتجاهلوا خالص. بينزلوا يا فندم، على فكره اسف جدا، بينزلوا حتى لو لا لا هو الزوج بيقول لها مش عايزه اقول حاجه على حاجه، هو لو انا عايزه اسمع دكتوره ايمان. لا لا استني واحده، الجلسه مش هينفع تبقى كده. هو لو احنا سمعنا حضرتك كتير، انا هسمع دكتوره ايمان نسمعها كامل. هو هو بعد اغلب يا فندم مش بشكل عام، الاغلب استاذ رشاد مش هينفع. لا مش هينفع، هو لو اداها حقوقها ايه الثغره اللي هتروح عليها المحكمه؟ اداها النفقه واداها كل الحاجات اللي هي محتاجاها، والمدرسه هتروح ليه؟ ايه اللي هيوصلها للمحكمه؟ بدل هي العند مش هتروح تلاقي ثغرات في المحكمه، مش هتلاقي، مش هتلاقي ثغرات. احنا مشكلتنا ان الراجل لما الست بترفضه بيعلن عليها الحرب. الراجل لما الست بتقول له انا مش عايزاك خلاص، تصريح باحسان، مش انت اللي تقولي لي كده، انا هوريك انا هعمل فيك ايه. اول سلاح بيستخدمه الفلوس والولاد، فيبتدي يعاقبها بالجزئين ده. برضه في رجاله برضه في الجانب الاخر مظلومه، في ست تقول لك خلاص انا مش ده الراجل اللي انا عايزاه في حياتي، انا عايزه اشوف واحد تاني واتجوز واحد تاني. حقك، مش من حقك، بس حقك برضه تديهم يبقوا في حضن ابوهم. مفيش ابن بيتربى سوي من غير اب وام. صح. اللي هتقول ان انا هربي هبقى ام واب بتكذب على نفسها، واللي هيقول انا هربي اب وام برضه بيكذب على نفسه. ايه ما كانش ربنا خلقنا ذكر وانثى؟ فمهم جدا بجد المواضيع دي والنقاش ده كله، يبقى نوصل في الاخر ان لازم نساعد الاولاد، من حقهم ان احنا نساعدهم. مش هنساعدهم بان انا اشحنهم من الاب او اشحنهم من الام. صح. لان الكاس الشحن ده هيتقلب عليا انا. لو ام بشحن ابني ناحيه ابوه، اما اكبر هيكرهني، لانه ممكن يكتشف الاب ده كويس جدا او العكس، او يلاقي الام دي كويسه جدا. احنا محتاجين ندي الطفل الامان والحمايه والرعايه، وفي الاخر نتقي ربنا في بعض. احنا حبينا بعض. نقطه مهمه انه الطلاق بيخلي الاطفال عندهم احساس بعدم الامان. طبعا دي نقطه مهمه جدا. طبعًا. طيب لو ما اتطلقوش وفضلوا في بيت فيه مشاكل ونزاعات وقلق وبهدله احيانا او ضرب او شتيمه او كده، ده احسن للطفل؟ هو احنا ليه بنفترض في نفسنا ان احنا ملايكه؟ ما طبيعي يبقى فيه مشاكل، وطبيعي نتخانق. ما هو المشاكل دي بقدر، لكن أنا لو بس مشاكل حاجة عشان دخلنا احنا للاسف دخلنا في حياتنا اطراف كتيره، سوشيال ميديا واصحاب واهل وكل حاجه، ما بقيناش عارفين نحل مشاكلنا. الشيخ الشعراوي قال لك لو المشكله بالراجل والست هتخلص، احنا مش بنسمع لبعض. عادي يبقى في مشاكل، عادي جدا. احنا اهالينا على طول لحد دلوقتي لازم المشاكل الكتيره دي بتعرفنا بعض وبتخلينا متمسكين. مش من طبيعي ان خلينا نسيب بعض، الطبيعي ان احنا نتمسك ببعض اكتر. مشكلتي دلوقتي كمان في الستات اكتر، ان بقت مع اول مشكله انا عايزه اسيب،
الراجل انا هروح اعرف واحده، ونسيوا ان احنا ميثاق غليظ، ده ربنا سمى الزواج ميثاق غليظ من كتر ما هو قوي جدا، وقال على الطلاق ابغض الحلال. فلو في مشاكل لا تتحل، طب ما انا بجري على المحكمه وهو بيجري على المحكمه وبالهم طويل قوي، الفتره دي مش قادرين تخلوا بالكم طويل في حل مشاكلكم؟